نهاية العالم، شيطان يتغذى على الدم، أنفاق سرية، قواعد تحت الأرض، الاختبارات مشبوهة، حكومة موحدة تسعى للسيطرة على العالم والتقليل من عدد البشر. أهلا بكم في مطار دنفر. يا ترى إيه اللي هيجي في بالك لو قمت من النوم في يوم من الأيام وعرفت إن في مطار جديد اتبنى مكان مطار قديم، والمطار ده كان شغال وحلو جدا وخدماته على مستوى عالي من الاحترافية وزي الفل كمان. ومش كده وبس، ده المطار الجديد أبعد بكتير عنك، ومش عنك بس، لا ده عن السكان كلهم والعمار كمان. المطار الجديد وسط الصحراء حيث لا حياة لمن تنادي، ودي مش حدوتة، ده حصل بجد. مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو في أمريكا، المطار الجميل الضخم ده اللي سقفه شبه جبال روكي، اللي قمامها متغطية بالتلج، وخدمة العملاء الرهيبة، والتصميم المبهر وشكله وهندسته. لكن ده بس وش واحد للمطار، الوش التاني مش بالرومانسية دي. سنة 1990 خرج للعالم خبر وهو بداية إنشاء مطار جديد، والخبر ده فجر مليون سؤال. مبدئيا كده البنية الأساسية للمطار هم 5 مباني، دول اللي اتبنوا الأول، لكن في يوم المشرفين على البنى قرروا ان هم لازم يتخلصوا من المباني دي عشان مشاكل هندسية المفروض يعني. والطريقة المعتادة والمعروفة طبعا هم ان هم يهدوا المباني دي ويبتدوا من اول وجديد، والله يعوض عليك. مش كده؟ مش كده، المباني ما تهدتش، المباني اتردمت. ايوة، المباني اتردمت. المشرفين قالوا للمهندسين ان هم يبنوا فوقيهم المطار ده بدل ما يهدوه، ولحد النهاردة المباني مدفونة تحت الارض. طبعا المهندسين استغربوا، ما فهموش الهدف من ده، ليه المشرفين او نقول بقى الجهات العليا اللي وراهم قرروا ان هم يحتفظوا بالمباني دي ويخفوها تحت الارض ليه بقى؟ تعالوا نرجع شويه لورا، قبل المباني دي ما تدفن، وقبل حتى ما تتبني، وقبل حتى ما يبقى في مشروع اسمه مطار دنفر، كان في مطار اسمه ستابلتون. المطار ده كان في ولايه كولورادو، وكل سنه كانت بتطلع منه الاف الرحلات الجويه، وكان معروف ان هو زحمه جدا، مسافرين كتير بيروحوا وبييجوا، وكان قريب من العمار، يعني اللي عايز يسافر مش بياخد وقت كبير جدا عشان يوصل له. وهوب، وفي عز تالق مطار ستابلتون، جهة ما تقرر إنشاء مطار دنفر اللي هو مش في مدينة دنفر أساسا، موقع الحقيقة وسط الصحراء وبعيد عن الأماكن السكنية بمسافة 40 كيلومتر. المدافعين عن مطار دنفر بيدعوا إن مطار ستابلتون ده كان مسبب لإزعاج السكان، وده عشان كان قريب من الأماكن المأهولة، وده كمان سبب إن هم عملوا مطار دنفر بدلا منه وخلوه في الصحراء. ويا ترى المطار الجديد ده بقى اتكلف قد ايه؟ نقول 5 ملايين، 10 ملايين، 100 مليون؟ المطار ده اتكلف 4 مليار دولار. 4 مليار دولار اتصرفوا على مكان معزول تماما عشان يحل محل مطار تاني كان شغاله زي الفل، مش غريبة دي؟ والمبلغ ده ما كانش التكلفة الاساسية المخطط ليها، ويا ترى مين بقى اللي مول التكلفة الزيادة اللي ما كانتش متوقعة؟ او نقول مين اصلا اللي مول المشروع ده كله؟ نسيب تاريخ انشاء المطار وندخل على تصميمه. مسارات الطيارات في دنفر اللي هم 4 مسارات، 4 مميزين، شكلهم من بعيد شبه علامات النازية اللي هو الصليب المعقوف ده بالنسبة للمسارات. بالنسبة بقى لوجهة المطار من برة، لو جيت في يوم تروح مطار دنفر وقبل ما تدخل قاعته هيستقبلك عمل فني كبير، عمل فني ممكن يجيلك صدمة عصبية منه، جهود عظيمة، وقت وتخطيط وتصميم وموارد، كل ده عشان يعملوا لنا تمثال لحصان كبير مرعب. جسم التمثال لونه أزرق، عيونه من الكريستال اللي بالليل بيطلع منها ضوء أحمر مخيف، والسكان المحليين طلعوا عليه اسم بلو سيفر، يعني الشيطان الأزرق. فهل يا ترى ده بس ليه علاقة بشكله ولا قصة الصنع بتاعته؟ أصل مش شكله بس اللي غريب ومرعب ومش مفهوم، ده كمان ده ليه قصة. التمثال ده اللي صممه هو الفنان لويس خيمينيز، كان بنى معظمه وقرب يخلصه، خلاص بقى في المراحل الأخيرة، لكن راس التمثال وقعت على رجله، قطعت شرايين. لويس اتنقل للمستشفى بس الدكاترة ما قدروش ينقذوه ومات من الإصابة، وابنه مع أفراد من العيلة أشرفوا على المراحل اللي باقية من البنى. طريقة موت لويس خلت شوية ناس يتكلموا عن قصة غريبة جدا، القصة بتقول إن الحصان دبت فيه الحياة، ما بقاش مجرد تمثال، وان الحصان ده هو اللي هاجم لويس وقتله. يا ترى انهي حياة اللي يقصدوها؟ مثلا قوة شريرة تلبست الحصان؟ قوة شيطانية وفقا لثقافتنا الدينية؟
الرسومات والمنحوتات لذوات الأرواح، يعني البني أدمين والحيوانات محرمة، خصوصا لما تبقى التمثال فيه تفاصيل كتير وعمق وطول، وفي قصص عن ناس مش بترتاح للوحات أو حتى التماثيل أو حتى الدباديب، وبتحس إن في روح شريرة جدا بتسكنها زي قصة أنابيل المشهورة. فما بالكم بقى التمثال أصلا مرعب ومش مفهوم الغرض منه، تمثال مقبض مقبض جدا. هل ممكن يكون مسكون من روح شيطانية ما؟ الله أعلم. لحد يومنا ده البعض بيعتقد إن التمثال ملعون، وفي شوية تانيين كده بيدعوا إن العيون الحمراء المتوهجة دي هي رمز الفرسان الأربعة في سفر الرؤيا. مين الفرسان الأربعة دول؟ فرسان الرؤيا وفقا لتعاليم المسيحية هم أربعة، في رأي بيقول إن هم بيمثلوا النصر والحرب والموت والمجاعة، وفي اللي بيقول إن هم وصف رمزي لأحداث نهاية العالم. هنتخطى التمثال اللي تاريخه مرعب وشكله مرعب أكتر ده، ونبدأ ندخل بقى في المطار من جوه. صلاة المطار لا تقل غرابة عن المكان من بره. لو حد أول مرة يزور المطار أكيد هيحس بالقلق، ولو ما خدش باله من عنصر ففي عناصر كتير جدا ممكن تسبب له كوابيس لفترة، وده بسبب القطع الفنية اللي فيها، واللي البعض بيظن ان هي مش مجرد قطع فنية، دي ليها دلالات ومعاني مخيفة زي الكتابات اللي منتشرة ومعناها الحرب العنف الموت والسلام. ياه غريبة قوي كلمة السلام دي، بعد كل ده تيجي تقولي السلام؟ وزي لوحة معينة اللي يشوفها يفهم ان احنا بنعاني كبشر من حروب دموية. اللوحة مرسوم فيها جندي بيغرز السلاح بتاعه في حمامة اللي هي رمز السلام، وفي الخلفية مباني مدمرة وأطفال، أطفال شكلهم بائس ومشرد، وأم بتبكي وفي إيديها طفلها الرضيع، وورقة وحيدة عليها كتابات مش واضحة، والمفروض إن اللوحات دي معروضة للكل مش جوه قاعة مقفولة ومكتوب عليها بلس 18، يعني الأطفال زيهم زي الكبار بيشوفوا المناظر دي، حروب دم دمار نهاية العالم. وفي رأي تاني بيقول ان الطائر في اللوحة دي مش حمامة لكن كويتزال، والكويتزال ده بيستخدم كرمز للانقراض، وده معناه ان اللوحة دي عايزة تقول ان في مؤامرة كبيرة جدا وبسببها هيحصل انقراض للبشرية، والمطار ده اتبنى كملاذ آمن، وده للي هيتم اختيارهم عشان يبقوا من الناجين في العالم الجديد او الصفوة، يعني علية القوم زي ما بيقولوا. الجانب التاني بقى من اللوحة الجدارية، الأطفال متجمعين حوالين نبات معين، والنبات ده رمز للحكومة العالمية الجديدة، الحكومة الموحدة اللي الكل لازم يتبعها ويبقى تحت حكمها في العالم الجديد. وفي اللي فسر رسمة الجندي على إن هو نازي، وده دليل إن المطار ده مرتبط بطريقة ما بمجتمع سري فاشي. وفي لوحة تانية مرسومة بألوان زاهية عن أشجار بتتحرق وحيوانات في قفاص وأطفال وكبار محطوطين في توابيت وناس باين عليهم كمان الزعر. المدافعين عن الرسمة دي قالوا إن هي عبارة عن تحذير من النتائج المحتملة لتغيير المناخ والحروب والعنف، لكن لو افترضنا ان اللوحات دي هي وجهة نظر للرسام ورسالة تحذير بيحاول يوصلها بفنه، مش الطريقة صدمة شوية؟ ده غير ان هي مفروضة على ناس مش جايين اصلا يزوروا معرض للفنان، دول جايين مطار عايزين يسافروا من مكان لمكان، وفيهم كمان الاطفال وكبار السن وحتى شباب ممكن ما يتحملوش المناظر دي. وفي كمان اللي بيحللوا اللوحات دي وبيقولوا ان هي بتتكلم عن حكومة موحدة للعالم كله، ده غير رسومات الفضائيين اللي عينيهم كأنها بتتبعك، وتماثيل كمان الجرغولات اللي خارجة من شنط سفر منحوتة، والجراغول هو كائن أسطوري عنده أجنحة ورقبة طويلة، والأسطورة بتقول ان هو ظهر في مدينة في فرنسا، ظهر زمان جدا وكان بيتغذى على دم الحيوانات. وفي كلام عن ان الكائن الاسطوري الشيطاني ده تم استخدامه لطرد الارواح الشريره في المباني على الرغم من ان هو نفسه رمز شيطاني، والمفروض ان دي وسيله طريفه جدا للحفاظ على شنط الناس وحاجتهم. غريبه قوي. طب الرموز العجيبه دي مكانها فين؟ في صالات الانتظار اللي الناس بتقعد فيها وبتشرب القهوه والشاي وبتاكل. ومن ضمن الرموز الغريبه اللي بتشكل لغز غريب جدا والموجوده على الارضيات هي A G وكمان A U. طب ايه الرموز دي؟ معناها ايه؟ كيميائيا الرموز دي معناها الذهب والفضه، وعلى فكره
يقال دي رموز السلطة عند جماعة كده، الجماعة اللي عليها كلام كتير قوي وفي هالة من الغموض كبير جدا حواليهم وحوالين كمان نشاطهم، وهم اللي احنا عارفينهم. لكن برضو الرموز دي بتشير لحاجة تانية، وهي مرض التهاب الكبد الفيروسي. والحقيقة سواء مقصود بيها الذهب والفضة او الفيروس، فالاتنين مريبين جدا، لان في نظرية شائعة بين الناس ان الانسان اوقات بيتدخل وبيصنع شوية فيروسات، وده سمعناه عن الوباء الاخير. طب وليه؟ لو هنفترض يعني النظرية دي صح، وده عشان محاولة السيطرة على اعداد السكان، بمعنى تاني التقليل من اعداد البشر عشان يبقى سهل جدا جمع العالم كله والسيطرة عليه تحت حكومة واحدة. بدأنا نجمع حكومة واحدة، جماعة بتتحكم في قطاعات كتير جدا في كل مكان في العالم ورا الستار، وده يرجعنا تاني للجماعة اياهم. نيجي بقى للغز تاني، وهو الكبسولة الزمنية. المقصود بالكبسولة الزمنية هي مخبأ أو صندوق بيتحط فيه حاجات وأصحابه بيفتحوه بعد مدة زمنية طبعا، يا إما ناس تانية بتفتحه، وهي لعبة ظريفة جدا. في الغالب الغرض منها الاحتفاظ بذكريات حلوة، زي مجموعة صحاب وهم صغيرين بيحتفظوا برسائل أو أغراض، ولما بيكبروا ويوصلوا لسن معين بيفتحوا الصندوق وبيطلعوا الحاجات دي احتفالا بسبقتهم. لكن الكبسولة الزمنية في مطار دنفر مش بالود والحميمية دي، الكبسولة محطوط عليها لوحة مكتوب فيها لجنة مطار العالم الجديد، ومحدش فاهم الحقيقة ايه اللجنة دي ومين الاعضاء بتوعها. لو دورت على الانترنت مش هتلاقي فيها اي حاجة، مش هتلاقي لها وجود اصلا. وهنا طلعت النظريات عن ان المقصود بيها مجموعة من الصفوة العالمية، الناس اللي عايزة تتحكم في احداث العالم، والمجموعة اللي بتسعى بقى ان يبقى ليها سلطة على الكوكب كله. يعني لجنة مطار العالم الجديد اللي ملهاش وجود دي هي اللي مولت المطار بتكلفة 4 مليار دولار. جاب الفلوس دي منين بقى؟ مش بس في ناس ادعت ان لجنة مطار العالم الجديد تبع الجماعة اياها، ده في اللي ادعوا ان هم تبع النازيين اللي لسه في رأيهم متواجدين لحد الان. الكبسولة نفسها بقى مكتوب عليها ايه؟ المطار ده هيتم افتتاحه سنة 1994، وهيكون تحتيه سر كبير، رسالة معينة لسكان كولورادو سنة 2094. وعلى اللوحة دي هنلاقي رسمة البرجل اللي هو رمز الجماعة اياهم. اضرب كمان وكمان هنطلع لك في كل مكان، والرمز ده يجوز يكون بيشير برضو لجماعة المتنورين اللي عليهم اسئلة كتير جدا، وهي جماعة عالمية ملهمش جنسية محددة، وفي ناس بتعتقد ان هم بيديروا العالم ده. كمان في قاعة اسمها القاعة الكبرى، ويقال ان هو نفس اسم قاعة الجماعة اياهم في المحافل اللي بيعملوها. وده خلى الناس تسأل هل المطار ده اتبنى لأغراض تانية خفية غير الرحلات الجوية، مثلا لصالح مجتمعات سرية؟ تحت المطار بقى عالم تاني خالص. فاكرين الخمس مباني اللي اتردموا واتبنى عليهم صلاة المطار؟ لو نزلت تحت المطار هتلاقي ممرات وأنفاق، وهناك في عدد من العمال المفروض ان هم بيشتغلوا في نقل شنط السفر للطيارات. العمال دول جزء من الزي بتاعهم أقنعة فضائيين، وطبعا ده للسخرية من الكلام الكتير اللي بيتقال عن المطارات والنشاطات اللي بتحصل فيها. ويقال ان في مذيعة او صحفية اخدت جولة في الأنفاق وسألت الشخص اللي كان مرشد ليها في الجولة اذا كان وراها كل الاماكن فعلا ولا لا تحت المطار، وهو رد وقال انا وريتها كل الاماكن، لكن هي حست انه لا ما وراهاش كل الاماكن، هو وراها بس الاماكن المسموح ليها والغيرها ان هم يشوفوها. بس بشكل عام المسؤولين بتوع المطار بينكروا ان الانفاق دي ليها غرض تاني. وفي وسط الجدال ما بين منكرين ومشككين طلع راجل وقال عن الانفاق دي كلام غريب جدا. الراجل ده هو عالم الجيولوجيا في شنايدر، قال انه في تجارب سرية، تجارب بتحصل تحت المطار ده. ويقال كمان ان هو قال ان الخمس مباني اللي اتردموا دول في بينهم ممرات، وان في 14,000 ميل من الكابلات الكهربائية محطوطين في مخازن ضخمة جدا تحت المطار ده، وان في كمان طاقة كهرومغناطيسية رهيبة في الانفاق وهو نفسه تعرض ليها. على فكرة الراجل ده مات في ظروف غامضة، وكان ليه تصريحات مثيرة للجدل فيما يتعلق بسكان جوف الارض والرماديين، وممكن نتكلم عليهم في حلقة بعدين. ومن هنا وبسبب الانفاق دي طلعت نظريات عن ان المطار بتاع دنفر ده هو في الحقيقة قاعدة عسكرية،
أو موقع مهيأ لنهاية العالم، على أساس أن جماعة المتنورين أو الجماعة إياهم والنخبة هيهربوا من خلال الأنفاق دي، وده لو حصلت كارثة عالمية. الله أعلم بقى الكارثة دي طبيعية ولا بفعل فاعل، وإن كمان الجماعات دي عندهم علم بوجود كائنات تانية زي سكان جوف الأرض والزواحف البشرية، وأصحاب النظريات دي بيقولوا إن في من رؤساء وملوك العالم اللي اشتروا أراضي بالقرب من مطار دنفر ده عشان الغرض ده. وطلعت نظرية تانية بتقول إن الأنفاق دي بتؤدي لقاعدة الدفاع الجوي اللي على بعد 100 ميل من أرض المطار، ورأي يقول إن المطار ده عبارة عن ترسانة لصناعة الأسلحة، ورأي غيره بيقول إن هو بيشبه المنطقة 51 اللي بيحصل فيها تجارب لها علاقة بالفضائيين، واللي بيدعم الرأي ده شهادات عن أطباق طائرة اترصدت بالقرب من المطار ده. الغريبة إن المسؤولين في مطار دنفر بيستخدموا الاتهامات اللي عليهم دي ونظريات الملاجئ والمتنورين والفضائيين في حملات الإعلان بتاعتها، وده عشان يعلنوا عن المطار نفسه، وده يخلينا نشك في الموضوع كله. هل كل الدوشة دي كلها الرموز اللوحات الأنفاق؟ هل هي أو في حقيقتها يعني جزء من الدعاية للمطار؟ هل من الأول المصممين قصدوا ان هم يجذبوا الناس ليهم بالطريقة دي؟ استخدموا كل المواد اللي بتشكل نظريات مؤامرة عشان يروجوا للمطار ده؟ ولا ده مجرد تمويل؟ يعني دي طريقة عشان يخلوا الناس يفتكروا ان مفيش جماعة اياهم، ولا في أنفاق سرية، ولا اختبارات عسكرية بأسلوب التهريج والإعلانات، وفي الحقيقة كل ده فعلا موجود. بعيدا عن كل النظريات والتحليلات دي، من غير شك مطار دنفر والرموز اللي فيه غريبة ومثيرة، والأكيد إن من الناحية النفسية لما حد يشوف قتل ودم وشياطين ورموز غريبة هينزعج في الأول، لكن بعد ما يقعد وسطهم وهو مثلا بيشرب أو بياكل حاجة أو مستني طيارته زي في المطار ده كده، هيبدأ واحدة واحدة يتعود على المناظر دي، تتحفز في وعيه، وممكن كمان يشوفها طبيعية، بالذات بقى لو راح المطار أكتر من مرة. وكأن المصمم يقصد أو من غير قصد إن أنا أجبر الزوار على إن هم يشوفوا المناظر الصادمة دي وكمان يتعودوا عليها، يتعودوا على مشاهد الحروب، يتعودوا على الدم، الخراب، الفزع، التوابيت والشياطين. طب وبعدين لو طبقنا ده على نطاق أوسع، هل لو المتفرج يتعود على مشاهد العنف سواء من خلال رسومات، أفلام، مشاهد حية، إيه هيكون رد فعله؟ هل ممكن يتحول هو نفسه لعنصر عنيف، شخص بيسبب الدمار؟ أو هل هتجيله بلادة بحيث انه يبقى سلبي لو حصلت حرب، او المفروض ان هو يكون جندي فيها وما يتحركش تماما؟ ولا يكون ده تكنيك للتمهيد بمستقبل جماعات معينة بتحضره لينا للبشرية ككل، حيث نهاية العالم اللي نعرفه وجود عالم جديد بحكومة جديدة موحدة؟ انتوا ايه رأيكم؟ وبكده اعزائي المشاهدين تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. السلام عليكم.